عايزين يا ابني واديك حكايه طويله شامي ننساها شامي عمي قصطر يا بلا عمي قصطر يا بلا السلام عليكم الخوت معكم عمر فليجران بلجيكا انا فاسي خلقوا هذه ولد فاس ولكن في هذا الماتش هذا اخويا كاين شي رجاويين وفهمتي وكاين شي وداديين وميسر لعبه دابا ميسر دابا لعبه ودادي ودادي كيلعب مع كيلعبوا مع ميسر واش الرجاوي واش يزيد مع سميتو مع ميسر نادي الميسر انه اخوتي راه مغاربه بحال 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 الوداد بحال الرجاء وتحيه المغرب و ولا المهم نهزو الدرابو اخويا والله هادشي اللي نقول لكم اخوتي ديما راجا ديما كاين الربح هاد العام ديالنا ديالنا كلشي ديال الله الربح بالربح بالربح نجيبو الربح ولا عزاء على الخوان المغرب راه في الدم في الدم فريق الوداد البيضاوي هو اللي هاز الدرابو دابا ديال المنتخب المغرب هو اللي هاز المغرب هذا العام ديالنا ان شاء الله نربحو ان شاء الله راه لا عزاء على الخوان وان شاء الله غنكون العصبه حنا دابا حنا دابا الوداد كتمثل الجاليه المغربيه بصفه عامه يعني دابا حنايا ماشي يعني دابا حنايا ماشي فابور الوداد ولا فابور الوداد فابور المغرب انا ميم فابور المغرب رجاء وداد سي لا ميم شوز ميم تكون رجاء لعبه حتى هي فينا راه حنا فابور حنا فابور رجاء والفريق ديالك احنا دابا احنا الفريق الاصلي هو اتحاد طنجه ولكن دابا ولكن دابا نفس الطريقه اللي كنجمعوا بها طنجه هي الطريقه اللي كنجمعوا بها الوداد كنتلعبوا انا ولاد ولا فاز الوداد راه بحال يفازوا المغاربه اليوم مقابله ما بين فريق الاهلي المصري وفريق الوداد البيضاوي يعني فريقين عريقين فريق المصري يعني فريق كبير فريق الوداد اللي قدم اليوم مقابله يعني في المستوى وكنحيي اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي اللي ما اثرش عليهم يعني لا بريسيون ديال الجمهور يعني سيروا مقابله في المستوى رغم ان فريق الاهلي المصري سجل في الدقيقه الثانيه يعني ما طاحوش في لو ستريس ديال فريق الخصم قاموا مقابله جيده يعني داركو يعني تسجيل هدف التعادل فوالا كنتمناو ان شاء الله يعني المقابله اللي غتكون يعني في الدار البيضاء غتكون لصالح فريق الوداد ان شاء الله وغيكون تاهل فريق الوداد يعني باش يدي الكاس وكنتمناو ان شاء الله فريق الوداد هو اللي غيكون بطل ان شاء الله صراحه المقابله واحد نتيجه ايجابيه لفريق الوداد البيضاوي وان شاء الله الروتور دونور بالمقبره وان شاء الله غنجيبوا لاكوب ان شاء الله السلام عليكم تنحيي الاخوان المغاربه المقيمين بلجيكا الوداديين هذه اول حاجه ثاني حاجه تنحيي الوداديين اللي مشاو لمصر تحيه لي زامي ديالي تحيه كاع الدراري ديال الوداد ماتش جاني عباره عن فهمتي اخذوا رد مصر لعبوا ماركوا علينا وداد انا ودادي راه غتعجبني الوداد ماركوا علينا في الدقيقه الاولى وما فهمتي ما تسرطناش ليهم واش عرفتينا شكون حنا والوداد واش عرفتينا شكون حنا وحنا الوداد سام خاوتي انا غادي نقول لكم حاجه وحده يا كولور يجري في دمي فيما مشينا نبقاو ديما وداديين وكنساندو الوداد البيضاوي هيا مكينا الوداد خويا كندوي لكم على المقابله خويا المقابله كانت تكتيكيه 100% سي عموته كنحييه من هذا المنبر هذا الله يخليه لينا سي عموته لعب بواحد التكتيك مزيان بزاف لعب بلوك ديفونسيف دوزيام ميطا مزيان ما خافش من الفرقه لعب بحال لاعب في الدار البيضاء ما كاينش المشكل عندنا حنا فريق ما كان كانوا كيستهزئوا بينا كيسحبونا نجم الساحل مي حنا ماشي نجم الساحل حنا الوداد البيضاوي الوداد المغربي هالي روتور وشلون من تعديلو شلون سقسيو علينا في المدن سقسيو علينا في المدن والليل عقلية ولقات هداوي راجلي وينيرس هداوي راجلي وينيرس